عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع في كورس النوراني المجاني التابع لمنصة قرآني. أبدأ يومي بالدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا الكورس طبعا أحد كورسات إعداد معلمي ومعلمات القرآن والتجويد للأعاجم. أعرف بنفسي، أنا اسمي شيماء بحر. للأول إن شاء الله أكون معكم خلال فترة هذا الكورس. كورس النوراني إحنا هناخده طبعا بالإنجليش مش بالعربي، لأنه هو أحد كورسات إعداد معلمي ومعلمات القرآن والتجويد للأعاجم. في أسئلة طبعا أكيد تدور في أذهانكم حول هذا الكورس، زي مثلا: لمن هذا الكورس؟ الكورس ده لمين؟ خطة هذا الكورس، خطة هذا الكورس تشمل المدة الزمنية لهذا الكورس، وتوزيع المادة العلمية خلال هذه الفترة. الفرق بين هذا الكورس وكورس النوراني الذي باشتراك. المطلوب من كل مستفيد من هذا الكورس. نبدأ كده مع بعض. يعني إن شاء الله أنا سأتحدث معكم حول 4 محاور عن هذا الكورس: لمن، خطة، الفرق بينه وبين الكورس النوراني الذي باشتراك، المطلوب من كل مستفيد من هذا الكورس. طب نشوف مع بعض الكورس دوت مين اللي هيستفيد منه، مين اللي يدخل هذا الكورس يستفيد منه. طبعا المعلم والطالب الأعجمي. بالنسبة للمعلم، معلمي ومعلمات القرآن والتجويد للأعاجم، كل اللي عايزين يعلموا أعاجم هذا الكورس مفيد لهم. بالنسبة للطالب، أي مستوى من الطلاب؟ المستوى المبتدئ. احنا عرفنا في الندوة المجانية أن مستويات الطلاب الأعاجم 3: مبتدئ ومتوسط ومتقدم. الطالب اللي هيتعلم النوراني هو المستوى المبتدئ. المستوى المبتدئ اللي هو إيه؟ لا يعرف الحروف ولا القراءة، أو لا يعرف الحركات ولكن يعرف الحروف. هو ده المستوى المبتدئ. الهدف من هذا الكورس الانتقال بالطالب الأعجمي، أنتقل بيه من إيه المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط. مستوى متوسط يعني إيه؟ القراءة من المصحف بدون لحن جلي، هو ده المستوى المتوسط، ده هدف الكورس. يعني معلمي ومعلمات الأعاجم بيتعلموا كيفية تدريس النورانية للأعاجم ليه؟ عشان في النهاية الطالب يقرأ من المصحف. أساعد الطالب إنه في النهاية يقرأ من المصحف بدون لحن جلي. لحن جلي يعني ما يبقاش في لحن جلي، إنه يجيب الفتحة ضمة، الضمة كسرة، يبقى بتلخبط في صوت الحرف، المفخم يخليه مرقق، وهكذا يخلي الصوت سين. كل ده إن شاء الله إحنا نعالجه مع الطالب. طبعا النوراني عادة كل الأطفال اللي بيتعلموا، كل الأطفال الأعاجم درسوا يعني في بداية تعلم القرآن كلهم بيبدأوا طبعا بالنوراني. معظم الأعاجم بيبدأوا برضو بالنوراني، فدي فرصة إن إحنا يعني يبقى في إقبال علينا في الشغل. اللي يشتغل شغل خاص، يعني هو مش تبع شركة، تبع نفسه، بيستقبل طلاب، هيلاقي في إقبال كبير جدا، لأن معظم الطلاب طبعا بيبدأوا بالنوراني. يعني الطفل أكيد هيبدأ بالنوراني. النورانية هي الانتقال بالطالب الأعجمي من مرحلة تعلم الحروف العربية إلى مرحلة القراءة من المصحف، هي دي النورانية. هو ده الهدف السامي الذي نسعى إليه. الطالب الأعجمي ما كانش عارف خالص الحروف، أخليه يعرف يقرأ من المصحف. طب هستخدم ايه؟ ازاي هنتقل من هنا لهنا؟ الوسيلة المستخدمة مناهج القراءية. مناهج القراءية، مش هقول لكم بقى الفرق ما بينهم،
هقول لكم بس ايه هي مناهج القرائية. هي مناهج تهدف الى تعلم القراءة من النص، هو ده الهدف منها. في بقى مناهج كتير، يعني ليه كتير؟ لان كتير وضعوه، في مثلا منهج القاعدة النورانية، في نور البيان، في فتح الرحمن، في منة الرحمن في تعليم الأطفال القرآن، في البغدادية. دي أشهر هذه المناهج، ومناهج أخرى كثيرة، وفي اختلافات ما بينهم وفي تشابهات ما بينهم، كل ده مش هنتكلم عنه. هل يمكن الخلط بين هذه المناهج؟ نعم يمكن، يمكن الخلط، بس في بعض النقاط ممكن. كيف نستخدم هذه المناهج؟ شوف كده هنستخدمها ازاي في هذا الكورس. من خلال التدرج في استخدام دروس القراءية العربية في حال استخدامها مع غير الناطقين بالعربية. هو ده، يبقى في تدرج. يعني ايه تدرج؟ يعني يبقى امشي مع الطالب درجة بدرجة، اصعد السلم من بدايتي. في البداية مثلا أعلم الحروف، علمت الحروف خلاص، عرف اسم الحرف وشكل الحرف، يبدأ يقرأ. قبل ما يقرأ طبعا لازم يعرف الأصوات، بعد كده يبدأ يكون كلمة وهكذا. طب إزاي أتدرج؟ أرتب للطالب خطة تدريس القرائية العربية كما يلي. أرتبها له إزاي؟ أضع له 6 نقاط أساسية في تدريس القرائية العربية. أول نقطة، يتعرف الطالب على عدد الحروف العربية ويأخذ فكرة بسيطة عن أشكالها. في البداية عرف الطالب عدد الحروف العربية، كم حرف؟ وطبعا يستحسن أبدأ بالتشويق، أبدأ بالتشويق مع الطالب، أجيب له صورة وأقول له what can you notice، ماذا تلاحظ؟ هو يبدأ يقول لي I noted that. أبدأ أسأله مثلا عن similar letters in writing، حروف متشابهة في الكتابة، يقول لي مثلا الباء والتاء والساء مثلا، الجيم والحاء والخاء وهكذا. شيء يأخذ فكرة بسيطة عن أشكالها، مش هيأخذ الحرف التوسع، يعرف مثلا شكل الألف، شكل الباء، شكل التاء وهكذا. يدرس الطالب أسماء الحروف وأشكالها، دي النقطة الثانية. خلاص عرف فكرة بسيطة كده عن أشكالها، يبدأ يدرس بقى أسماءها وأشكالها بقى بالتفصيل، الاسم والشكل فقط. أتقنهم، عرف اسم الحرف ده ألف، ألف في أول الكلمة شكله كده، في منتصف الكلمة شكله ليه شكل، في نهاية الكلمة ليه شكل، وهكذا كل حرف. عرف اسم الحرف وعرف أشكاله، الفرق ما بين الألف والهمزة، يبقى عارف الهمزة على واو، والهمزة على ياء، الهمزة على نبرة، كل ده عارف. أصوات الحروف، أتقن أسماء الحروف خلاص وعرف أشكالها، يعني ما انتقلش الحرف غير لما يتقن، يعني أتقن الألف انتقل للباء، أتقن الباء انتقل للتاء وهكذا. أتقن كل الأسماء وكل الأشكال، أروح له بقى للأصوات، أصوات الحروف. أصوات الحروف طبعا هتشمل الأصوات القصيرة اللي هي شوية فاولز، فتحة ضمة كسرة. احنا إن شاء الله في هذا الكورس هسنأخذها بالتفصيل، يعني ايه فتحة، يعني ايه ضمة، يعني ايه كسرة. برضو الطالب يمشي بتدرج، يعني الأول يعرف اسم الفتحة، ايه الفتحة ديت، small slash above the letter، small يعني small slash شرطة صغيرة، above the letter فوق الحرف. ايه هو the sound of فتحة، ايه صوتها، ايه a، صوتها زي صوت حرف ال a. فنقول ألف فتحة a، باء فتحة باء، ونقول للطالب open your mouth يعني افتح فمك، تاء فتحة تاء، ثاء فتحة ثاء، وهكذا. عرف الفتحة يعني ايه، عرف صوتها ايه، أبدأ أجيب له الحروف بالترتيب وهي عليها فتحة، أتقنها خلاص بالترتيب عليها فتحة كصوت، أبدأ أركبها له. هو عارف مثلا الألف في الأول شكلها كده، طب عرف مثلا الكاف في المنتصف شكلها كده، عرف اللام في الآخر شكلها كده. أجيب له مثلا كلمة أكل، قرأ، عشان كده بنقول في تدرج، تدرج لازم الأول يعرف الأشكال، بعد كده أبدأ أجيب له الأصوات، وفي الأصوات أبدأ أركب الحروف في بعض، يعني أركب وأعمل له كلمة. أتقن الفتحة وعرف يقرأ كلمات بالفتح، خليه يفتح المصحف،
وخليه هو يطلع حرف عليه فتحة، فهو عارف. فمثلا ده حرف الميم، وعارف الميم في الأول عاملة ازاي. مثلا مثلا قل أعوذ، أعو أعو أعو، فعرف إن الألف دي عليها فتحة. أعوذ برا برا برب الفلق، عارف الراء عليها فتحة، برا را را برب الفا فا فا فلق، وهكذا. أتقن الفتحة ينتقل للضمة بنفس الطريقة. بعد كده يدمج الضمة مع الفتحة، يخلي كلمات فيها فتحة وضمة. طبعا ده في القاعدة النورانية كلمات كثيرة جدا. طيب إن شاء الله برضو أحاول أبعت لكم كده ملف عن الفرق ما بين الفرق ما بين مناهج القرائية دي، معلومات عامة ليكم بعد إذن الله، أبعتها لكم برضو كده إن شاء الله. طيب الضمة الكسرة برضو بنفس الطريقة، بعد كده يدمج الحركات في الشورت باولز مع بعض. خلاص أتقن الطالب الشورت باولز اللي هي الأصوات القصيرة، ينتقل إلى اللونج باولز الأصوات الطويلة اللي هي المدود، ياخدها برضو بنفس الطريقة، ويبدأ كل مرة يستخرج من المصحف. الطالب عينه تبدأ تاخد على المصحف، تخلص الأصوات الطويلة المدود، ينتقل للسكون ثم الشدة ثم الترميم. طبعا كل ده إن شاء الله في هذا الكورس تاخدوه in English مش in Arabic، بالإنجليزي مش بالعربي. يعني إيه السكون وشكلها في المصحف عامل إزاي، وأمثلة عليها، ونشوف إزاي بنشرحها للطالب. النقطة الرابعة دراسة همزة الوصل دراسة تمهيدية لتدريس لام التعريف. النقطة الخامسة الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. النقطة السادسة المدود الفرعية التي تمد أكثر من حركتين، اللي هي المد الواجب المتصل، الجائز المنفصل، المد اللازم. هنبدأ بعد كده نشوف خطة هذا الكورس. خطة الكورس يعني المدة وتوزيع المادة العلمية خلال هذه الفترة. بالنسبة للمدة، المدة بتاعتنا ايه؟ شهرين ونصف. احنا كمعلمي ومعلمات اعاجم ندرس النوراني بالانجليش خلال شهرين ونصف، نكون مخلصين ان شاء الله بمعدل 12 محاضرة كل اسبوع. في الاسبوع الاول والثاني يعني اسبوعين هندرس فيهم، يتعرف الطالب على عدد الحروف العربية ويأخذ فكرة بسيطة عن اشكالها. شوف في الأسبوعين دول إزاي الطالب يتعرف على عدد الحروف العربية. في الأسبوع الثالث والرابع يدرس الطالب أسماء الحروف وأشكالها، يبدأ يعرف أسماء الحروف وأشكالها. الأسبوع الخامس والسادس أصوات الحروف. الأسبوع السابع والثامن همزة الوصل يدرسها دراسة تمهيدية لتدريس لام التعريف. التاسع والعاشر الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. الحادي عشر والثاني عشر المدود الفرعية التي تمد أكثر من حركتين. طب إحنا على الأساس دوت هنبدأ نوزع المنهج ونبدأ نبعت لكم فيديوهات. بالنسبة للأسبوع الأول والثاني، المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية، هنبعت لكم فيديوهات عن إيه؟ تعلم كل الحروف العربية أسماءها وأشكالها من الألف إلى الياء خلال الأسبوعين دول. إن شاء الله هنبعت لكم فيديوهات عن كده. بالنسبة للأسبوع الثالث والرابع، الطالب هيدرس الحروف المتشابهة كتابة، هياخد 3 فيديوهات عنه، والحروف الحركات والحروف العربية من الكيبورد، يعني ايه فتحة ضمة كسرة من الكيبورد، الحروف التي تظهر في النطق، كل طبعا ده كل ده in English، الحروف التي تختفي في النطق. الأسبوع الخامس والسادس هناخد أصوات الحروف short vowels، أصوات قصيرة فتحة ضمة كسرة، أصوات طويلة مدود. المدود هتشمل الألف المادية الصغيرة والواو المادية الصغيرة والياء المادية الصغيرة. هناخد السكون، هناخد الشدة، هناخد التنوين إن شاء الله. الأسبوع السابع والثامن هناخد فيه إيه؟ الحروف من الألف إلى الزاي بالتفصيل. هي دي كده المفروض تكون في الأسبوع الأول والثاني، عرفنا إزاي بالتفصيل. الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع إن شاء الله ناخدها في الأسبوع السابع والثامن. الأسبوع التاسع عشر هناخد الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية.
في الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر هناخد المدود الفرعي الذي تمد أكثر حركتين، الوجب المتصل، الجهاز المنفصل، والمادة اللاسلكية. دي كده خطة التدريس النورانية. خلال الاثنا عشرة محاضرة، وممكن بقى يعني نشيل معلومة من هنا نحطها في أسبوعي مثلا. خلي واحد دي، خلي دي كده هنا، دي في مكانها. احنا ممكن نجيب الحروف من الألف إلى الزاي بالتفصيل، دي نجيبها برضو، نجيبها مثلا في الأسبوع التاني. لا هي كده مش هتنفع. ليه بالتفصيل؟ يعني ايه؟ يعني هيدرس الحرف واسمه وأصواته. طبعا هو لسه ما درسش الأصوات، فما تنفعش هنا بالتفصيل، فهي كده مكانها مظبوط. طيب ننتقل لنقطة أخرى، النقطة الثالثة في كورس في هذا الفيديو، الفرق بين هذا الكورس وكورس النوراني الذي باشتراك. إيه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ بالنسبة للكورس النوراني المجاني، وبالنسبة للكورس الذي باشتراك نوراني برضه بس باشتراك، بالنسبة للأولاني ده اللي هو المجاني، لا يوجد لقاء مباشر مع المعلمة وإنما موضوعات مسجلة. يعني إيه؟ يعني الكورس المجاني كل أسبوع كل يوم جمعة هنبعت لكم فيديوهات مسجلة على اليوتيوب للمدربة، يعني هي كلها المدربة دي اللي هي أنا يعني. وعلى اليوتيوب أنا فيديوهات الحمد لله عملتها وأنهيتها وأنهيتها كلها، وهرسلها لكم كده إن شاء الله عن طريق إدارة المنصة. هتبدأ هي تبعت لكم هذه الفيديوهات، يعني الإدارة بتتلقى أي استفسارات. بس لقاء مباشر لا. ليه يعني إيه لقاء مباشر؟ يعني يوجد لقاء على الزوم. يعني مثلا في الكورس الذي باشتراك في لقاء كل أسبوع، في موعد محدد حددوا المعلمة مع المشتركين في الكورس. هناك طبعا العدد قليل، فبيبقى في لقاء على الزوم، الكل بيستفيد وهكذا. بعد ما المحاضرة بتخلص لما مدتها ساعتين، بيبقى تسجيل المحاضرة بيرسل للطالبات في اللي باشتراك. طالبات ليه بقى؟ أو معلمات أو متدربات. ليه متدربات؟ لأن الكورس الذي باشتراك للمعلمات فقط، المجاني للنوعين. ليه؟ لأن في لقاء كل أسبوع، لقاء كل أسبوع، فكل كورس المتدربات هم طالبين كده، يقولوا لا هو يبقى المعلمات فقط، وبيبقى فيه جروب هم طالبين كده. لكن المجاني ما فيش لقاء كل أسبوع، احنا أصلا تقريبا معظم اللي في الجروب ما نعرفش بعض، فما فيش مشكلة عادي، بنبعت الفيديوهات والكل بيستفيد منها. بالنسبة للكورس المجاني لا توجد متابعة من المنصة بالنسبة لتأدية المهام. المفروض بعد كل محاضرة في مهام، في الكورس الذي باشتراك المعلمة بتقولها للطلاب أو للمتدربات، فالمفروض المتدربات بيعملوها بيبعتوها على جروب الكورس ده في الكورس اللي باشتراك. طب لو حد ما عملش؟ لا بتبدأ الإدارة تتابع معايا، طب أنت ما عملتش ليه؟ طب إيه المشكلة؟ طب هل في قصور من أي جهة؟ هل من جهة المدربة؟ هل من جهتك أنت؟ وهكذا. لكن المجاني مش كده، احنا بنبعت المحاضرة وخلاص، بنسيبكم ايه تتفاعلوا معاها، تسمعوها، تسيبوها براحتكم خالص. طيب طبعا في متابعة أسبوعية في الكورس الذي باشتراك، لا ينتهي بشهادة. المجاني مش آخره ما فيش شهادة، لكن اللي باشتراك آخره في شهادة طبعا لكل متدربة، معتمدة باعتماد المنصة. اعتماد المنصة، الكلمة معتمدة دي من جامعة القاهرة ولا من جامعة الشمس ولا منين؟ لا هو ده اعتماد المنصة. المطلوب من كل مستفيد من هذا الكورس، وحاجة برضو بالنسبة للشهادات الأساسي، الشهادات دي مثلا وسيلة إن الشركة ترضى بيا وتقول لي يلا نعمل انترفيو. فلما نعمل انترفيو فبيبان مهارات المعلم، مهاراته هل هو فعلا متقن للحاجة اللي درسها ولا مش دارس. هو لو مش متقن هيرفضوه أصلا، فمش هيفرق الاعتماد دي. عشان لو حد بيقول لي طب أنا أعتمدها من هنا أفضل، طبعا مش فارقة. ولو حد معاه 100 شهادة وما عندوش أي مهارة أو مش متقن أو بيشتري شهادات، مش هيستفيد منها. المطلوب من كل مستفيد من هذا الكورس إيه بقى؟
طب احنا كده عرفنا الفرق ما بين الكورس النوراني المجاني والكورس الذي باشتراك. طيب المفروض بقى كل واحد يستفيد من هذا الكورس. ممكن حد يسأل، طب ليه، طب هو نزل دلوقتي مجاني ليه؟ لنشر العلم. الهدف الأساسي من تنزيل هذا الكورس بصورة مجانية ايه هو الهدف الأساسي؟ أولا نشر العلم بين أكبر فئة من الناس، عايزين أكبر فئة كده من الناس تستفيد من هذا العلم. طبعا الكورسات اللي باشتراك العدد فيها مش بيبقى كبير قوي، 5 مثلا، 6، 4، العدد 3، 2، 1، العدد مش بيبقى كبير. فالجهد المبذول لنشر يعني لتوفير المادة العلمية جهد كبير، وانتوا هتلاحظوا هذا المجهود في الفيديوهات وفي ملفات PDF. لكن لما نزلنا كورس التجويد الأساسي قبل كده بصورة مجانية لقينا في إقبال، في إقبال عليه، فقلنا ننزل كمان كورس نوراني بصورة مجانية. احنا لما بننزل كورس قبل كده بعتنا استبيان، قلنا نشوف هل لو الكورس نزل هيبقى فيه تفاعل مع قناة اليوتيوب، لأن برضو نجاح قناة اليوتيوب ده ورفعها وجعلها تتصدر قائمة فيديوهات اليوتيوب، ده هدف أساسي عندنا، هدف أساسي وهدف كبير برضو للمنصة. طبعا ده هيتحقق من ايه؟ فاحنا لما بعتنا الاستبيان لقينا ناس بتقول ايوه لو نزلتوا لنا الكورس هنبدأ نتفاعل مع الفيديوهات، لايك شير تعليق، كل ده بيرفع القناة على اليوتيوب. فلقينا في عدد، فقلنا خلاص ننزل الكورس بصورة مجانية، فالمفروض كل واحد يستفيد من هذا الكورس يبدأ يتفاعل مع الفيديوهات بلايك أو بشير أو بتعليق أو غير ذلك، لأن كل ده بيرفع من القناة على اليوتيوب، القناة بتنتشر بصورة أكبر، ده بيخلي القناة تتصدر اليوتيوب وينتشر العلم بين أكبر فئة من الناس. طبعا ده هدف كبير كبير جدا، سواء للمنصة، يعني للمنصة هدف كبير جدا طبعا ده ينتشر بين أكبر فئة من الناس. دلوقتي بقى وصلنا للنهاية. كل حد فيكم بيستمع الآن لهذه المحاضرة، سواء أنتنا لكم كده إن شاء الله. مطلوب بقى من كل واحد استفاد يعني من هذا الفيديو، لا يبخل علينا باللايك والشير والتعليق. وفي النهاية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأختم بالدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.